باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. إنجيل هذا الصباح بيذكر قصة من القصص المتكررة جدا، لأننا بنصلي بهذا الفصل في صلاة الأجبية كل يوم، والكنيسة بتركز عليه جدا لأن فيه مدرسة، فيه مدرسة للتوبة. نقدر بنعمة ربنا وإرشاد الروح القدس النهاردة نبص على هذا الفصل ونجد فيه ست نقط معينة. ثلاث نقط عبارة عن ثلاث مفاتيح لحياة التوبة، وثلاث نقط عبارة عن ثلاث معوقات لحياة التوبة. نبتدي بمفاتيح التوبة ونلاقي المفتاح الأول في هذه المرأة العجيبة في آخر آية ذكرها السيد المسيح وهو بيتكلم مع المرأة وقال لها إيمانك قد خلصك، إيمانك قد خلصك. مفتاح من مفاتيح التوبة أن يكون للإنسان الإيمان والثقة الكاملة أن الله محب البشر، جه مخصوص من أجلنا لكي ما يدعو الجميع للتوبة. ركزت الكنيسة على فكرة الإيمان في قراءات النهاردة. لو أنتم لاحظتوا في قراءة إنجيل معلمنا متى في باكر النهاردة، نلاقي كان في امرأة كنعانية جت للسيد المسيح وقالت له ارحمني يا رب يا ابن داود، ابنتي متعذبة ومجنونة. وهو لم يجبها. القصة دي ذكرت بالتفصيل دون علشان توري ان السيد المسيح أراد أن يعلن إيمان هذه المرأة الكنعانية اللي هي مش من اليهود لكل اليهود، ويقول لها كده الحق أقول لك، يقول لها يا امرأة عظيم هو إيمانك، عظيم هو إيمانك. وقال إن هو في بيت إسرائيل لم يجد إيمان مثل هذا المقدار، زي برضو ما قال نفس الكلام على إيمان قائد الماء. نلاقي برضو في إنجيل معلمنا متى في إنجيل العشية امبارح كان في برضو رئيس جاء وسجد له وقال له ابنتي قد ماتت، تعال وضع يدك عليها وتحيا. فقام يسوع وتبعه تلاميذه، وبعدين جات له امرأة برضو نازفة الدم ومشت وراه وسط الزحمة، وبإيمان عجيب جدا قالت في نفسها إننا لو لمست ولو هد بثوبه أنا سأشفى. إيمان عجيب جدا. الإيمان ده أول مفتاح لحياة التوبة. الإنسان الذي يؤمن بمحبة الله ليه، عجيب جدا، أنا لو قلت مين بيؤمن بمحبة الله الكل هيرفع إيدي يقول آه طبعا إحنا واثقين في محبة ربنا، أمال إحنا نقعد نتكلم ونقول عظات وكلام كتير خالص على محبة الله للبشر والفداء والمسيح اللي اتصلب من أجلنا من أجل محبته للبشر. هكذا أحب الله العالم، إزاي محبة ربنا وضحت على الصليب، ونقول فيها عظات كتيرة جدا. ولكن شعوري الداخلي أنا وإيماني الصادق الأمين بمحبة الله لي يدفعني إلى التوبة. كتير ده أحيانا بعض الناس ما تكون اعترفت وقدمت توبة حقيقية، يجوا بعد مرة واتنين في الاعتراف ويقولوا أبونا أنا شاكك كده، تفتكر ربنا فعلا غفر لي خطيتي؟ أقول له صدقني يا حبيبي أنت بتهين ربنا لما تشك في أنه غفر لي خطيتك، كما لو ربنا أنه إما لا يحبك بهذا المقدار العظيم اللي يسمح بغفران هذه الخطية، إما أن أنت شاكك في وعود ربنا، إما أن أنت ما اختبرتش ربنا في حياتك فعلا بأنه مش بيعاملك بحسب خطيتك ولكن برحمته. ربنا بيحبنا جدا، لا يمكن نشك في محبة ربنا أنه أمين وعادل.
إن اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل حتى يغفر لكم خطاياكم. لو واحد شك في غفران خطية ربنا ليه، يشك أن الله أمين ويشك أن الله عادل. الإيمان من مفاتيح التوبة القوية جدا اللي بتقدم لنا الكنيسة ثلاث قصص النهاردة تورينا مفتاح الإيمان. مفتاح تاني جميل جدا وهو مفتاح الدموع. قدمت لنا المرأة الخاطئة النهاردة تعبير قوي جدا عن المحبة اللي كانت في قلبها تجاه السيد المسيح وثقتها الكاملة فيه، وأيضا ضعفها أمام محبة المسيح. جاءت من وراءه باكية وغسلت قدميه بدموعها وجففتهم بشعر رأسها. الدموع عند المرأة كانت بدل عن كل الكلام اللي ممكن أي إنسان يتكلمه في موقف مثل هذا. ياما الواحد يقف قدام ربنا ويقول كلام كتير، لكن صدقوني يا أحبائي يمكن دمعة واحدة من دموع الإنسان النادم على الخطية واللي جاي بحياته التوبة الحقيقية تكون قوية جدا في فعلها أكثر من كلمات كثيرة. الصلاة الحقيقية هي صلاة من القلب قبل ما تكون من اللسان. المرأة استبدلت كل كلام بمشاعر حقيقية تعجز الكلمات عن أن تعبر عنها. عبرت عنها الدموع، ودموع غزيرة جدا حتى غسلت قدمي المسيح، مش دمعة أو اتنين. يا ترى ليه الدموع الكثيرة؟ يمكن دموع المرأة الكثيرة تتناسب مع شعورها بحجم خطيتها الكبيرة. يمكن دموع المرأة الكثيرة تتناسب مع إحساسها بمراحم ربنا الكثيرة. يعني ممكن تكون الدموع دي إما فعل أو رد فعل. يعني يمكن هي جاية وشعرة بالتوبة الحقيقية وبمزلة الخطية وبأنين الخطية وألم الخطية وعبودية الخطية، إلى الدرجة إنها قالت إن الألم اللي أنا عايشة فيه في حياة الخطية ما أقدرش أعبر عنه بكلمات، فعبرت عنه بالدموع. ويمكن هي ما كانتش حاطة في بالها حكاية الدموع دي خالص، ولكن لما تقابلت مع السيد المسيح وشعرت بمجرد لمس قدميه بحبه ليها وبرحمته عليها، انه ما نتش نفسه منها وهو القدوس وهي الخاطئة، وما بعدش عنها وما انتهرهاش، وشعرت في عينيه بمحبة الاب الحنون وباحضان الاب السماوي والاحضان الابدية اللي اخدتها واحتملت ضعفها واحتملت خطيتها بالرغم من كل شرورها. يمكن الدموع دي كانت رد فعل لكل المراحم دي ولكل العطف ده، مش مهم، لكن كان في دموع. لما ادخل مخدعي واغلق بابي واقف قدام ربنا، قدامي حاجتين: اما ان انا اتقدم قدامه فعلا بدموع التوبة بشعوري بحجم خطيتي، اما لما اقف قدام صليب المسيح، وفي كل ركن صلاة دايما بنحط صليب المسيح، اقف قدامه وانا شاعر بحجم هذا الحب الالهي العجيب اللي انا ما استهلوش، وتنزل الدموع احساس مني بالعرفان، احساس بالحب المتبادل، احساس بالشعور بحجم حب المسيح ليا، اما تعبير عن الندم او رد فعل لحب المسيح وتشجيع المسيح وقبول المسيح ليا. دموع هذه المرأة مفتاح جميل جدا لحياة التوبة. الإنسان اللي ما يقدرش يقف قدام المسيح وهو مليان كل العواطف دي بيقفل على نفسه مفتاح مهم جدا من مفاتيح التوبة. مفتاح ثالث من مفاتيح التوبة اللي بتقدمها لنا المرأة دي النهاردة اللي حتى ما نعرفش اسمها ايه، هو مفتاح البحث عن قدمي المسيح. سمعان كان قاعد جنب المسيح، مريم أخت مرثا اختارت النصيب الصالح فبحثت أين يجلس المسيح وجلست عند قدميه. البحث عن قدمي المسيح مفتاح جميل جدا من مفاتيح التوبة.
كتير الإنسان يضيع على نفسه فرصة التوبة لما يبحث عن رأس المسيح أو جسد المسيح كمجد. خلوا بالكوا الأقدام دي تعتبر من أقل الأعضاء اللي يلتفت إليها الإنسان، حتى بالذات يعني في أيام السيد المسيح كانوا يلبسوا صنادل ويمشوا في الأتربة والطرق الغير ممهدة، والرجل دي كانت مليانة من كل القذرات اللي في الشوارع وكل الأتربة، كانت أقل عضو يعني من أعضاء المسيح يكرم يعني، أو من أعضاء الإنسان بصفة عامة يعني. يعني واحد عايز يروح ياخد بركة واحد، يلمس إيده، يبوس إيده، يبوس راسه، يحضنه، يقبله في جبهته، في قرطه، في خده، لكن رجله يعني. المرأة علمتنا درس، البحث عن قدمي المسيح. فين قدمي المسيح؟ صدقوني يا إخوتي، مفتاح جميل جدا من مفاتيح التوبة أن يبحث الإنسان عن خدمة غسل الأرجل، ويشوف فين أرجل المسيح الموجودة في العالم اللي حوالينا النهاردة، اللي ممكن تكون مليانة بالأتربة ومليانة بأمور متعبة جدا، ويدور عليها ويخدمها ويقبلها ويغسلها فينسحق من الداخل، ويتبني عنده شعور الاتضاع من الداخل. خدمة غسل الأرجل من أكثر الخدمات اللي تشعر الإنسان بالاتضاع. أصل الاتضاع مش واحد يقول أنا عايز أبقى متضع، ما هي ده يبقى كبرياء في حد ذاته، ولكن هو لما يدفع نفسه أن يغسل أقدام الخدام إخواته، أو يغسل أقدام أفراد أسرته، أو يخدم أقرباؤه، أو يخدم المرضى والمحتاجين، أو يخدم الغرباء في هذا العالم اللي مش عايز أقول عليهم كلمة الخطاة، ولكن اللي ما يعرفوش المسيح، اللي ما يعرفوش ربنا، اللي مش مسيحيين، يروح يغسل أقدامهم ويقدم لهم المسيح في صورة خادم متضع أمامهم، مش خادم يتعامل معهم بكبرياء، أنا مسيحي وانتوا لأ، أنا مقدس وانتوا لأ، أنا مختار وانتوا لأ، زي الفريسي ده بالضبط ما نظر هذه النظرة إلى هذه المرأة. لما الإنسان بيبحث عن خدمة غسل الأرجل، بيبقى من السهل عليه جدا أن ينمو في حياة التوبة بسهولة، لأنه يتسم بالاتضاع. يوحنا المعمدان نظر إلى قدمي المسيح وقال أنا لا أستحق، أني غير مستحق أن حتى أحل سيور حذائه. مريم زي ما قلت أخت مرثا بحثت عن أقدام المسيح وراحت قعدت تحتيها تتعلم، فالمسيح قال إنها اختارت النصيب الصالح. مفتاح جميل من مفاتيح التوبة أن يبحث الإنسان عن أين هي أقدام المسيح ويروح يغسلها في الخدمة. ثلاث معوقات للتوبة بتوضع قدامنا النهاردة من خلال هذه القصة. أول معوق من معوقات التوبة أن أدعو المسيح إلى بيتي ولكن لا أدعوه إلى قلبي. كتير دعوا المسيح إلى بيوتهم، وفي بيوت دخلها المسيح حتى بدون دعوة زي بيت زكا، ولكن البيوت اللي دخلها السيد المسيح ودخل معاها إلى قلوب الناس سكان هذه البيوت حصل خلاص لأهل هذا البيت. دخل السيد المسيح بيت زكا ودخل قلب زكا أيضا، فحدث خلاص أو حصل خلاص لأهل بيت زكا. دخل السيد المسيح لبيت لاوي رئيس العشارين، ولكن دخل قبل أن يدخل إلى بيته، دخل إلى قلبه فترك كل شيء وتبع المسيح. ولما ترك لاوي كل شيء وتبع المسيح ودخل المسيح إلى قلبه قبل أن يدخل إلى بيته، حصل خلاص لهذا الخاطئ رئيس العشارين، وأصبح متى الإنجيل القديس العظيم اللي استشهد من أجل المسيح. أما سمعان الفريسي دعا المسيح إلى بيته. كتير بندعي المسيح لبيوتنا، وكتير بنيجي للمسيح في بيته، ولكن هل دخل المسيح إلى بيوتنا؟ وهل لما دخلنا بيت المسيح دخلنا إلى قلب المسيح، ولا خدمنا بيت الرب ولم نخدم رب البيت؟ دخلنا بيت الرب ولم ندخل قلب الرب.
دخل المسيح إلى بيتي، وأدخل بيتي ألاقي صور القديسين وصور السيد المسيح، والناس كتيرة جدا دلوقتي تحب وتفتخر جدا إن هي تاخد كسوة من كسوة أحد رفات القديسين، وياخدوا عطور وأطياب وياخدوا زيت، والبيت مليان. حاجة جميلة جدا، حلو خالص، شيء مفرح، حاجة تبارك البيت. ولكن أهم من كل ده، يا ترى المسيح داخل في قلبي؟ يا ترى المسيح لما يجي ويدخل هذا البيت يلاقي ليه مكان راحته؟ يلاقي فعلا البيت ده بيت هادي، التلفزيون اللي فيه هادي، الكلام اللي فيه هادي، الألفاظ اللي فيه هادية، بيت صلاة، بيت طهارة، بيت بركة. ويدخل المسيح ويرتاح ويقول هو ده مكان راحتي، ويدخل المسيح ويسكن ويجلس ويتعشى معنا ونحن معه. معوق من معوقات التوبة أن أهتم بأن يدخل المسيح بيتي قبل أن أهتم أن يدخل المسيح إلى قلبي. معوق تاني من معوقات التوبة روح الإدانة اللي ممكن تكون موجودة في قلب الإنسان، زي روح الإدانة اللي كانت موجودة في قلب سمعان الفريسي فأدان المرأة الخاطئة، وأدان المسيح نفسه وقاعد معاه. من الصعب جدا أن يحيا إنسان حياة التوبة طول ما عينه متركزة على خطايا أخوه. عايز أقول لكم أن عين الإنسان دي عاملة زي العدسة بتاعت الكاميرا كده، حتى يعني بيولوجيا يعني وتشريحيا كده، يعني تلاقي العين الإنسان إيه تتحرك كده وتركز على فوكس معين. فالواحد لما ينظر إلى شيء معين، ربنا كده خلق في العين القدرة ان هي تظبط الفوكال بوينت بتاعتها على الحتة اللي الانسان بينظر اليها، فيركز فيها يقدر يعرفها بتفاصيلها، والباقي كله يبقى من بعيد بلوري كده شوية مش واضح، يعني انه مركز على نقطة واحدة ليها فوكال بوينت واحدة بس. ده طبيعي يعني، ده العين كده ربنا خلقها كده، واللي اخترعوا الكاميرات خدوا العين كمثل وعملوا الكاميرا كده تركز على فوكس، يا على البعيد يا على القريب على حاجة معينة. حتى النهاردة وانت بتاخد صورة كده تلاقي في مربع طلع كده على السكرين يقول لك انت عايز الفوكس بتاعك يكون فين؟ عايز الفوكس بتاعك على وش الشخص ده، تلاقي ايه الصورة كلها ركزت بقى اكتر نقطة واضحة هو وش الشخص ده اللي انت بتصوره. كذلك العين الروحية، العين الروحية برضو ليها فوكال بوينت كده بتفوكس على حاجة معينة. الانسان اللي يفوكس على خطايا اخوه من الصعب جدا ان هو يرى خطاياه بوضوح، يقعد ينتقد ده وينتقد ده ويدين ده ويدين دي، ومش قادر يشوف خطيئة نفسه. اما الانسان اللي تكون الفوكال بوينت بتاعته متحددة وثابتة ومتغيرش ابدا، فين الفوكال بوينت دي؟ قلبي انا من الداخل، فكري انا من الداخل، انا شكلي ايه من جوه، ربنا شايفني ازاي؟ يمكن الناس شايفين لي راجل قديس، يمكن الناس شايفين لي راجل خادم عظيم جدا، يمكن الناس بتقول فيا قصائد شعر وتمجيد وتبجيل، يمكن الناس شايفيني راجل عظيم. ربنا شايفني ازاي؟ عشان اقدر اشوف ربنا شايفني ازاي لازم اشوف نفسي من جوه الاول، واكشف نفسي قدام ربنا واقول له يا رب انت قرص الشمس، الشمس البر التي شفاء في اجنحتها. انا عايز اقف قدامك يا رب وافتح فكري وافتح قلبي وافتح كياني وافتح كل اعماقي وكل داخلي امامك يا رب، عشان تدخل هذه الشمس تنقي كل اللي جوه ده. انا عايز اركز على نفسي، ماذا يفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ انا عايز يا رب اركز على حياتي ولا انظر بعين الإدانة الآخرين. من الصعب جدا أن يحيا إنسان في حياة التوبة طول ما عينه الروحية مشغولة بخطايا الآخرين، ومن السهل جدا أن يحيا الإنسان حياة التوبة إذا ركز على خطيته وتاب. النقطة الأخيرة من معوقات التوبة نقطة الكبرياء. تكلمنا على المرأة الخاطئة أنها جلست من خلف المسيح من وراءه عند قدمي. سمعان الفريسي كان قاعد فين؟ سمعان الفريسي كان قاعد يعني زي ما يقولوا بالبلدي كده، هو يعني قاعد حاطط راسه براس المسيح،
قاعد جنب المسيح، ده انا صاحب البيت، انا ليا كرامه معينه، الخدم يقوموا يخدموا ويجيبوا لي انا ويجيبوا للمسيح كمان بالمره يعني. حاطط كرسيه بنفس درجه كرسي المسيح، ودي كانت خطيه الشيطان نفسه. الشيطان حب مش بس يحط كرسيه مع كرسي الله على نفس المستوى، ده حب ان يرفع كرسيه فوق العلي. الكبرياء دي خطيه الشيطان، اوحش خطيه انسان ممكن يقع فيها هو الكبرياء. جلست معا بجانب السيد المسيح في كبرياء واعتداد بالنفس وثقة بالنفس، وأقام نفسه قاضيا على الجميع، وعشان كده فاتت منه فرصة الاستفادة بدخول المسيح إلى بيته، وفاتت منه فرصة التوبة قدام اللي ممكن يغفر ليه خطاياه، اللي المسيح نفسه اداله خيط بسيط كده علشان ينبهه ويقول له يا سمعان انا جيت عندك هنا النهارده مش علشان اكل على مائدتك، علشان اغفر لك انت خطاياك، واداله الخيط. شوفوا القصه اللي السيد المسيح كلمها مع سمعان، قال له ايه؟ قال له سامحهما كليهما. يعني انا جاي ان هو مش عشان ادينك يا سمعان، ده انا جاي اسامحك زي ما انا جاي اسامح المراه الخاطئه دي، انا جاي اسامحكم انتوا الاثنين. خلي بالك سمعان ما استفادش بالكلمة دي، ما خدش باله ان السيد المسيح بيقدم قدامه على صنية حلوة جدا كانت تحتاج كلمة واحدة من سمعان يقول له أخطيت يا رب، يقول له مغفورة لك خطاياك. ده قالها له قبل ما يقول مغفورة، قبل ما يقول له أخطيت يا رب، قال له أنا ممكن أقول لك مغفورة لك خطاياك، لأن افتكر كده المداين دون إيه؟ سامحهما كليهما. كلمة جميلة جدا، سامحهما كليهما، يعني أنا جاي أسامحك زي ما سامح المرأة دي وأنت مش أخد بالك. للأسف الكبرياء أعمى عينيك لدرجة إنك مش قادر تشوف الغفران اللي أنا بقدمه لك دلوقتي. الكبرياء أعمى عينيك، مش قادر تشوف مين اللي واقف قدامك وقاعد على مائدتك وإنه في إيده غفران خطاياك، وضيع سمعان الفرصة بسبب كبريائه. ياما في أيام كتيرة السيد المسيح يبقى قاعد قدامنا على المذبح ويقول لنا مغفورة لكم خطاياكم، قول له معلش يا رب استنى شوية أنا مش فاضي دلوقتي، ياخد المغفرة بتاعتك دي لما بأفضل أجيلك، أنا بقدم لك بسامحك النهاردة، بغفر لك النهاردة، بس أنت تعالى استقبل هذا الغفران، اقبل هذا السماح. قول له يا رب مش فاضي النهاردة معلش، أنا ورايا مشغوليات النهاردة، النهاردة أنا مش رايح الكنيس، طب أنا على المذبح، لا مش فضيلك النهاردة يا رب، ومستعجل النهاردة، وملحقتش أعترف، وملحقتش أتوب، وشغل نفسي بخطايا غيري، وشغل نفسي بأمور العالم، وشغل نفسي بالمشروع بتاع الأسبوع الجاي لازم أقدمه، وشغل نفسي بالمورجج اللي عايز أدفعه، وشاغل نفسي وشاغل نفسي وشاغل في كبرياء عظيم كما لو كان الإنسان هيأبد في العالم اللي إحنا عايشين فيه ده كله. عمال يبني لنفسه أهرامات، عمال يبني لنفسه ذات، عمال يبني لنفسه كيان، وفي يوم بليلة يقول له اليوم تؤخذ نفسك منك. رحت فين؟ رحت فين؟ فين توبتك؟ ده أنا كنت قاعد معاك في بيتك وعلى مائدتك وبديلك الهنت وبقول لك سامحهم كليهما، سامحهما كليهما. سمعان لم يستفيد بالكلمة لأنه كان مشغول بذاته وبكبريائه، ولم يستفيد بغفران السيد المسيح له. ثلاث نقط النهاردة جميلة، ثلاث مفاتيح بتقدمهم لنا هذه المرأة: مفتاح الإيمان، مفتاح البحث عن قدمي المسيح، ومفتاح الدموع، وثلاث معوقات بنتعلمهم من إنجيل النهاردة. معوق اسمه أن أدعو المسيح إلى بيتي ليس إلى قلبي، ومعوق اسمه أن أنظر بعين الإدانة للآخرين، ومعوق خطير جدا اسمه الكبرياء. بنطلب من ربنا في هذا الصباح المبارك أن يعطينا هذه المفاتيح لكي ما نحيا حياة التوبة دائما معاه، ونتقدم إليه وننول وننال غفران الخطايا لإلهنا كل المجد في كنيسته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. أمين.